أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة خداع الشطرنج، الطريق المختصر للفوز. السلسلة دي عبارة عن تجميع للخدع والأفخاخ ومصممة علشان تكون مرشدك للفوز السريع في الشطرنج، عادة خلال أول 10 نقلات، بشرط إن خصمك يضل طريقه ويدخل في الطريق الخطأ. السلسلة دي لها 3 أهداف رئيسية: أولا بترشدك لطريقة سريعة للفوز، ثانيا بتحصنك من الوقوع في نفس الأخطاء، وثالثا بتعرفك بمختلف الافتتاحيات، لأنك في النهاية هيكون لديك سجل جديد مختصر للافتتاحيات تقدر إنك تستخدمه في المسابقات. الخدع والأفخاخ اللي في السلسلة دي مقسمة حسب الافتتاحيات: أولا افتتاحيات بدء الملك اللي بيلعب فيها الأبيض النقلة الأولى E4، وبعد كده بنخش في مختلف الفروع حسب رد الأسود. القسم الثاني وهو افتتاحيات بدء الوزير اللي بيبدأ فيها الأبيض بالD4، وأخيرا في فيديوهات لافتتاحيات غير منتظمة. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 2 هندرس فيه أحد أفخاخ الراي لوبز واسمه فخ مورتيمر. فخ مورتيمر بيجي من الراي لوبز اللي بيبدأ فيه الأبيض E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب B5، وهنا معظم اللاعبين بيلعبوا E6 واللي بنسميه دفاع مورفي، لكن في الموقف ده الأسود بيكمل بنايت F6 وده اسمه دفاع برلين. وقبل ما نكمل في فخ مورتيمر بنقول إن التكملة المعتادة لدفاع برلين إن بيلعب كسل نايت تيكس E4 D4 نايت D6 بيشوب تيكس C6 دي تيكس C6 دي تيكس E5 نايت F5 كوين تيكس D8 تشيك كينج تيكس D8 نايت C3. والدفاع ده اشتهر جدا بعد ما استعمله كرامنيك في مباراته على بطولة العالم سنة 2000 ضد كاسباروف، وكرامنيك لم يخسر أي دور بالأسود أمام كاسباروف بدفاع برلين. ولذلك في الموقف ده الأبيض ما بيكملش بكسل، وإلا الأسود يقلد كرامنيك ويتعادل مع الأبيض اللي المفروض إن هو اللي هيفوز. ولذلك الأبيض بدال ما بيبيت بيلعب هنا D3، والنقلة دي شبيهة باللي هنشوفه في فخ مورتيمر. وتعالى نشوف هذا الفخ. الأبيض لما بيلعب E4 E5 نايت F3 نايت C6 وبعدين بيلعب بيشوب B5، النقلة دي نقلة إيجابية ولها تهديد بالفوز ببيدق، لأن الأبيض لو لون نقلة هيلعب بيشوب تيك C6 ويتخلص من الحصان اللي كان حامي بيدق الـ E5، وبعد دي تيك C6 الأبيض بياخد بيدق الـ E5. واحنا شفنا في المقدمة التاريخية النقلة A6 اللي قلنا عليها دفاع مورفي، والنقلة نايت F6 اللي قلنا عليها دفاع برلين، ولكن مورتيمر الأسود ما لعبش النقلات دهيت، إنها بيلعب نايت C E7 وبيسيب البيدق. وهنا أفضل تكملة للأبيض إن يلعب D3 قبل ما ياخد البيدق، والأسود بيستدرجه وبيلعب نايت F3، وكده وصلنا للموقف بتاع دفاع برلين والأسود لاعب نايت E7. ودلوقتي الأبيض ممكن يقع في الفخ ويلعب نايت تيكس E5، والأسود هيكمل C6 عاوز الفيل، والفيل لازم يتراجع، سواء بيتراجع إلى المربع A4 أو للمربع C4. فلو تراجع للمربع A4 الأسود هيرد كوين A5 تشيك، والكش دي بتفوز بقطعة لأن الحصان اللي على E5 مش محمي، وكمان فيل A4 مش محمي. وهنا الأبيض بيرد بنايت C3 وبيحمي الفيل، لكن بيترك الحصان بدون حماية، والأسود بيكمل كوين تيكس E5 وبيفوز بالحصان. وده هو فخ مورتيمر اللي بيفوز بيه الأسود بقطعة أمام بيدق. ولكن تعال نرجع تاني لهذا الموقف، والفيل مش هيتراجع للـ A4 لكن هيتراجع للـ C4 بيشوب C4. هنا الوزير برضو بيلعب
كوين اي 5 تشيك، كشل الملك وعاوز الحصان بيشوب دي 2 كوين تيكس اي 5، وبرضو الاسود بيفوز بقطعه امام بيدق. لكن الابيض في الموقف ده ممكن يعمل للاسود فخ صغير داخل الفخ اللي هو وقع فيه، وبدل ما يتراجع بالفيل سواء للاي 4 او للسي 4 ممكن يجرب ويلعب نايت سي 4، ودلوقتي الاسود ممكن يقع في فخ الابيض ويكمل سي تيكس بي 5، ودي هتبقى نقلة سيئة جدا لان الابيض هيرد بنايت دي 6 تشيك ميت. اذا في الموقف ده الابيض ما يقدرش ياخد الفيل، ولكن يقدر يلعب نقلة وقائية وهي الدي 6، ودلوقتي هو عاوز الفيل، والفيل ممكن يتراجع وما عندوش دلوقتي غير انه يتراجع الى مربع الاي 4، وهنا يلعب الاسود بي 5 بشوكة للحصان والفيل وياخد احد القطعتين ويفوز، وده ممكن نطلق عليه فخ مورتيمر المعدل. وهنا انا عاوز اقول لكم على شيء طريف، ان مورتيمر اللي متسمى باسمه هذا الفخ كان لاعب ضعيف جدا لدرجة انه في المسابقة اللي لعب فيها النايت اي 7 خسر في جميع مبارياته واخد 0 من 9 جولات لعبهم في هذه البطولة، ولكن من حسن حظه ان التاريخ ذكر اسمه وما زلنا بنلعب لحد دلوقتي فخ مورتيمر. ارجو اننا نكون استفدنا واستمتعنا بالمعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة خداع الشطرنج.